السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. سنواعد الجولة الأولى هنايا باتين المناظر، قلت ناخذ الفيديو باش نشارك بعض المناظر هاتي. تشوفوا هنا منطقة جميلة، هنا الأرض تتبان بيضاء، داك الورق تاع داك الصفصاف يعطي واحد المنظر خلاب، الله العظيم جمال تيبان في الأرض داك اللون ديالو. هادي قنطرة صغيرة، هنا هادي واحد السويقية تيسقيو لنا الناس ما تاع الواد، دير هنا واحد القنطرة صغيرة باش يمرو عليها. هنا تيبان الدنيا جميلة الحمد لله، الواد ديك بفضل ديك الشتا اللي جات مؤخرا الدنيا تربعات الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الجبال كلها تتبان خضراء، طلرت ينض من الربيع والكلام، شي مزيان الحمد لله المشية. وبشروا الفلاحة خير الحمد لله بعد التساقطات الأخيرة الحمد لله رب العالمين. طريقة من هنا لكم هذا توفر لهم الكلاء من هنا من هنا البهايم ديالهم. انا الف غلا بزاف ويتقل كاين الفلاح مساك ما يكون في عوانه. وهذا ممر هذا تاع الواد كيما هذا، ذاك الشتا كثيره ولا جات شي رعده تيكون الماء كثير تينزل من هذا الواد هذا، وكما كاين الشتا راه خاوي هاوي. كيف بدا تشوفو راه تيكون هو مليء بهاد الحجر، هادي تكون الشتا الرعدات كل ما جريان المياه تينزل هادشي من الجبل تيجي هنا الوسط تاع الواد تيبقى كيما تشوفو راه حجر كبير تعطي واحد الجمالية هنا في هاد الممر تاع الواد. والمنطقة راه الحمد لله كما تشوفوا راه جميلة، هدوء تام، تسمع إلا زقزقات الطيور صافي، لا بشر لا بقر كما تيقولوا. الحمد لله على هاد النعمه هادي، الدنيا خضراء. ايوا نتمنى الفيديو يروحكم، اللي ما مشارك يشارك، وقولوا حتى الاهل ديالكم والمعارف ديالكم يشاركوا. القناه الحمد لله مباركه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.